الرحيم وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تدبر آية. النهاردة هنتكلم على آية مهمة جدا في القرآن العظيم، وهي آية رقم 113 من سورة البقرة. في هذه الآية ربنا بيتحدث فيها عن موضوع بنعاني منه هذه الأيام بكثرة، وهو تكفير الآخر. تكفير الآخر في هذه الآية بتظهر أنه موضوع قديم جدا، وقد تظهر في الأديان السماوية القديمة. فنجد مثلا أن في الديانة المسيحية أو الديانة اليهودية أو غيرها كان موجود هذا التكفير، وربنا في هذه الآية تحدث عن فئة ثالثة وسماهم الذين لا يعلمون، لهم يهود ولهم النصارى ولكن سماهم لا يعلمون، ومشوا على موضوع النهج التكفيري ده، وكأنه عارف أن في فئة هتطلع تكفر اليهود وتكفر النصارى زي ما هم كانوا بيكفروا في بعض، وطبعا ده بيؤدي إلى القتال وإلى التناحر منهم. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى وعد بالفصل بينهم، وقال ان وعد بالفصل بينهم في الآخرة وليست في الدنيا، وبالتالي لكل عاقل المفروض انه يفهم ان هذا الدور في دور الفصل ده مش دور بني ادمين، ليس الانسان هو من يقوم بالفصل بالسلاح ولا يقوم بالفصل يكفر او كده، ولكن هذا الفصل سيقوم به الله في الدنيا في الآخرة وليس في الدنيا. فمن يتعدى حدوده بقى ويحاول ان يفصل ويكفر الناس، هذا هو يحاول أن يقوم بدور الله، إن هو عايز يؤدي أو يحاول أن يقوم بدور الله. فنسمع الآية كده بتقول إيه؟ بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، بالتالي اليهود كده بياخدوا دور ربنا وبيحاولوا يكفروا النصارى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، بالتالي غلطوا النصارى، غلطوا نفس الغلطة اللي غلطها اليهود وبيكفروا اليهود. وهم يتلون الكتاب، الاثنين بيقروا وعارفين ان الكلام ده غلط. بتجد بقى فئة ثالثة بعد ذلك، وكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ودول اللي احنا شايفينهم اليومين دول بنشوف الذين يعلمون، قليل من الجهلاء كده بيحاولوا ان هم يتحدثوا كفروا كل الناس، ويحاولوا ان هم يقولوا نحن نحمل لواء الله وكلمة الله، وبالتالي احنا نحكم على اليهود بانهم كفار، ونحكم على النصارى انهم كفار. وبالتالي القرآن وصفهم، قال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة. هنا ربنا سبحانه وتعالى حدد الميعاد اللي هيتم الفصل فيه اللي ما ينفعش ان احنا نتجاوزه، وهو يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وبالتالي يوم القيامة هو يوم الفصل، عشان كده سماه ربنا يوم الفصل، وربنا هو اللي هيفصل وليس الإنسان. لذلك كل من يحاول أن يفصل أو يحاول أن ينتهج نهج أنه هو على صح وأنه على صواب والآخرين على خطأ، هو في الحقيقة بيحاول أن يقوم بدور الله، وبالتالي وهو ليس يعني دور يقوم به الإنسان، ولكن هو دور لله عز وجل. وبالتالي هذا نوع من الكفر بالقرآن وبما جاء فيه، لأن أنت ليس دورك كإنسان أن تقوم بالفصل بين من هو مؤمن ومن هو يكفر، إنما هذا من سيقوم به الله سبحانه وتعالى في الآخرة في يوم الفصل. ونسألكم الدعاء بإذن الله تعالى إلى آية أخرى نتدبرها سويا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.